كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور إلى درب الهدى والخير يهدي وللجنات. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم أيها الأحباب في حلقة جديدة وإحنا سهرانين مع بعض في هذه السهرة الإيمانية. معنا النهاردة عدة محاور هامة جدا في هذه الحلقة، هنتكلم فيها عن رسائل جاءتنا ومشاهد أيضا جاءتنا وأحداث جديدة وردود علمية جديدة، فتابعوا هذه الحلقة من أولها لآخرها. تعالوا نبدأ هذه الحلقة بمشاهد غريبة ومرعبة للشمس، والله مشاهد غريبة جدا. الشمس بتنور وبتطفي، عارف يعني ايه؟ يعني عاملة كأنها لمبة بتنور وبتطفي كما يظهر أمامنا. نشوف المشاهد الغريبة جدا، الشمس يعني أيوة بتنور وتلاقيه بتطفي قصادك، حاجة غريبة جدا جدا. دايما بقول لكم حتى بتعمد بداية الحلقات ان انا اجيب لك مشاهد السماء، لان دايما بقول لك ركز على مشاهد السماء، ركز على شكل السماء، ركز على منظر ومشهد الشمس، غروب وشروق الشمس الغريب الايام دي، ركز على القمر، النجوم، النجم الغامض اللي احنا مسمينه الغامض اللي بيظهر ويختفي، القمر اللي بيقعد ايام مختفي ما بنشوفوش في السماء وعلى فجأة نلاقيه رجع تاني. ركز هذه الايام مع هذه المشاهد النظر الربانية والايات الكونية ايها الاحباب مستمرة. تعالوا بقى نشوف اغرب ما في هذه الحلقة، الدين الجديد. الدين الجديد اللي اكتشفه الشيخ عائض القرني، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا انت مستغرب من كلمة الدين الجديد، لا، فيه دين جديد اسمه دين الملوك والسلاطين اللي بينشره في هذه الأيام الدعاة اللي هم مشايخ السلطان. اسمع معايا لمدة دقيقة بيقول ايه عائض القرني علشان تتأكد ان هم اخترعوا دين جديد وبيحاولوا يشربوه للناس، الا وهو دين الملوك والسلاطين. نسمع لمدة دقيقة ونرجع لكم. وانا الان مع الاسلام المعتدل المنفتح على العالم الوسطي الذي نادى به سمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان. وانا الان مع الإسلام المعتدل المنفتح على العالم الوسطي الذي نادى به سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وأنا الآن مع الإسلام المعتدل المنفتح على العالم الوسطي الذي نادى به سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وأنا الآن مع الإسلام المعتدل المنفتح على العالم الوسطي الذي نادى به سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وأنا الآن مع الإسلام المعتدل المنفتح على العالم الوسطي الذي الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاك به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. قول والله ربنا يعافينا من الكلام اللي احنا سمعناه، راضي عن الدين أو عن الأفكار أو الدين الذي جاء به محمد بن سلمان. هكذا قال عائض القرني، هو راضي تماما عن الإسلام اللي جاء به ولي العهد محمد بن سلمان. هكذا تكون السنوات الخداعات التي تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم، التي يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب. هي دي السنوات الخداعات اللي احنا بنشوفها، علامات الساعة من كلام عائض القرني بنفهمها لما الرسول بيقول عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يظهر وحتى يخرج الأئمة المضلين. هما دول اللي السلطان والحكام بيتخذوهم أحذية ويتخذوهم مطية لكي يصلوا إلى الناس الغلابة العامة من
الشعوب اللي بدأت تفهم في معركة الوعي الكبرى التي تسبق ظهور الإمام المهدي. ولا حول ولا قوة إلا بالله، هو ده الدين اللي راضي عنه عائد القرن، الدين اللي بيخلي المسارح والسينمات بتنشأ في مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام، هو ده الدين اللي عائد القرن راضي عنه. إنا لله وإنا إليه راجعون. تعالوا كمان نشوف مشهد صاعقة تنزل من السماء بتحرق شجرة في الأرجنتين، صواعق والنيازك وآيات قذف السماء ورجم السماء بتزداد يوما بعد يوم. صاعقة زي ما بتظهر قصادنا تنزل من السماء وبتولع في شجرة في الأرجنتين. كمان تعالوا ننتقل لمشهد آخر، امرأة رأت رؤية، وامرأة من اليمن رأت رؤية تتكلم عن أحداث يوم 23/3. أنا ملاحظ أن هذا اليوم تكررت فيه الرؤية في الفترة الأخيرة. طبعا أنا عملت حلقة واتكلمت عن أحداث 23/3 اللي بيوافق بالمناسبة أول رمضان، ورؤية الرجل اللي من دولة عربية أعتقد من اليمن اللي شاف هذه الرؤية وقال إن هذا اليوم سيكون نصرة للإسلام والمسلمين، وأنا عملت حلقة واتكلمت عنه. تعالوا نقرأ مع بعض الرؤية اللي الأخت اللي من اليمن شافت هذه الرؤية. تقول هذه المرأة وهي من اليمن أنها رأت رؤية، ورقة مكتوب فيها تاريخ 23/3، وإن هي بتقول لوالدتها أن في هذا اليوم سيكون فيه خير كثير. طبعا إحنا لا نبني الأحكام الشرعية على الرؤى، ده اللي إحنا عايزين نقوله للناس، ولكن إما تلاقي هذا التاريخ تقررت فيه الرؤى يوم 23/3 يبقى لازم تقف ولازم تعير الأمر اهتمام. هل من الممكن أن يحدث شيء في أول رمضان؟ هل من الممكن مثلا أن نرى ظهور كامل ووصول كامل للنجم الطارق؟ هل من الممكن أن نرى في هذا اليوم ظهور المهدي؟ يعني لغاية دلوقتي الأحداث لسه ما بتبينش أنه ممكن يظهر المهدي في رمضان، دي احتمالات يعني كثيرة جدا، ولكن نقول لا تعدو هذه الرؤى سوى اجتهادات من قبل من يقوم بتأويلها سواء أنا أو غيري، علشان ما تعلقش نفسك بكلام 23/3، الله أعلم إيه اللي ممكن يحصل في هذا التاريخ. هي رؤية يستأنس بها وتعرض على الناس على سبيل الخبر والبشارة، لكن ان انت تقول يقينا هيحصل حاجة يوم 23، لا، الكلام دوت مش موجود عندنا في الاسلام وفي القاموس بتاعنا، لان ديت غيبيات ولا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. انا خايف بعد الكلام اللي انا قلته ده الاقي ناس طالعين في التعليقات بيقولوا لنا ايه، بيقول لا يعلم الغيب الا الله، بتلاقي ناس طالعة بتقول كده، لا يعلم الغيب الا الله، ايش عرفك انها هيحصل يوم 23؟ لانه بيقرأ العنوان وما بيشوفش الحلقة، ولذلك ده نقول له استحي قبل ان تتكلم، استحي وتكسف، وعشان تشوف المضمون لا تكتفي بالعنوان، لان ده اسمه اكتزاء للايه، اكتزاء للكلام وللحقيقة. تعالوا كمان ننتقل لكلام منتشر جداً في قنوات آخر الزمان. طبعا أنا قلت لكم كثير أن قنوات آخر الزمان فيها خير كثير، يكفي أنها تلفت النظر لقضية الإمام المهدي وأن إحنا في آخر الزمان، ولكن في مصايب برضو بيقولوها، في كوارث برضو قنوات آخر الزمان بتخرج فيها، خاصة القنوات الصغيرة اللي هي ملهاش يعني إيه، زي ما بنقول عندنا في مصر يعني مش باكية على حاجة، ملهاش جماهير، فلذلك بتلاقي منها يعني جماهيرها عدد قليل، وبتلاقي العجب العجاب من من منهم تسمع الكلام الغريب. زي قناة، طبعا استحالة لن أذكر اسم هذه القناة، خرجت علينا بكلام غريب وعجيب وكله غلط،
يعني سبحان الله، ما الشخص يسلب منه التوفيق تلاقيه كل كلمة بيقولها غلط. بتقول ايه هذه القناة اللي انا مش هقول اسمها ايه ولا هعرض ليكم عشان حتى ما تعرفش اسمها ايه، علشان ما نخشش في ايه، في متاهات. القناة بتقول ان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم سوف يعود للحياة. بتقول ايه؟ ان الرسول محمد هيعود للحياة، وابشروا ايها الناس. طبعا ده كلام فارغ وكلام ليس عليه اي دليل، واحنا للأسف ابتلينا بناس بتقول اي كلام وناس بتسمعهم وبتصدقهم. طيب هو بيستدل على ايه؟ بيقول ايه بقى؟ بيقول لماذا سيعود الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لان دعوة الانبياء لا ترد، والرسل لا ترد الأدعية بتاعتهم، والمهدي نبي أو رسول، ودي أول مصيبة بيقولها، المهدي لا هو نبي ولا هو رسول، لأن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين، المهدي رجل صالح، المهدي رجل هيجي على منهج النبي، لأن الناس مش فاهمة يعني إيه رسول؟ يعني هل سيأتي لو أن المهدي رسول؟ فكر معاه، لو المهدي رسول هيجي بشريعة جديدة، هيجي بأحكام جديدة. الكلام ده كلام غلط ولا ينبغي أن يردد، ده كلام ناس جهلة ومش فاهمة أي حاجة. النبي رجل، المهدي آسف، رجل صالح من نسل النبي عليه الصلاة والسلام، وسوف يحكم بشريعة الإسلام، مش هيألف من عنده أحكام جديدة. فلذلك هو بنى على حاجة غلط، قال لك الأنبياء دعوتهم لا ترد، والمهدي نبي أو رسول، لا هو نبي ولا هو رسول، ولا عندك دليل على هذا الكلام. فبيقول بالتالي المهدي لأنه نبي أو رسول هيدعي ربنا أن يرجع له جده اللي هو الرسول ويشوفه عليه الصلاة والسلام. طبعا كل ده كلام يعني أنا مش عارف من أين جاء به. وبيقول أول ما يخرج المهدي الناس هتكذبوا وهيسخروا منه، والكل هيقول محمد رسول الله وآخر الأنبياء. لذلك المهدي هيدعي ربنا لكي يحيي جده، علشان جده النبي محمد يقول لهم إن المهدي رسول وخاتم المرسلين. إيه؟ كلام فارغ، تخريف ليس له أصل، اخترع وتخيل من عنده سيناريو إن الإمام المهدي نبي ورسول والناس هتكذبه والكلام ده. لا، إذا كان الإمام المهدي رسول فأين شريعته؟ فأين رسالته؟ الإسلام خاتم الديانات، الإسلام هو الدين الخاتم الذي نسخ كل الشرائع التي كانت قبله، والرسول محمد وخاتم النبيين وخاتم المرسلين، لأنه لا يأتي أحد من بعده برسالة جديدة وبتعاليم جديدة. طبعا حبيت أفهم ونوه للناس، علشان في ناس للأسف الحمية بتاخدها وبينساق وراء هذا الكلام الذي ليس له أي دليل. إحنا مسلمين محكومين بالأدلة الشرعية. يعني مش عايز إن أنا أطول عليكم، بارك الله فيكم أيها الأحباب، لا تنسونا من صالح الدعاء. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.